أعلن مجلس الوزراء اللبناني الحداد الرسمية لمدة 3 أيام بداية من الاثنين بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وخلال ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء لبحث آخر التطورات، طلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجددا بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، داعيا اللبنانيين إلى توحيد الصفوف لردع العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الخطر يهدد لبنان ولا يميز بين فريق وآخر.